بلغ عدد الخريجين 143 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الثالثة في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية وإدارة الموارد البشرية والمحاسبة وتقنية المعلومات للعام الأكاديمي 2012-2013. تتشرف الكلية بتخريج أول فوز من خريجيها في قسم الهندسة، والذين حصلوا على مؤهل الدبلوم في تخصصات الهندسة الميكانيكية وهندسة القوى الكهربائية وهندسة الاتصالات، ويبلغ عددهم 28 خريجا وخريجة. عادتنا في كل حفل تخرج نعمل مسح للمخرجات، والحمد لله نجد أن طلابنا تقريبا 50% يعني حصلوا على فرص عمل قبل حتى حفل التخرج، خاصة في تخصص الهندسة. ونتمنى أيضا أن طلابنا من التخصصات الأخرى في الدراسات التجارية وكذلك تقنية المعلومات أن يجدوا فرصهم يعني التي تناسب تخصصاتهم وتناسب مؤهلاتهم. وسعت وزارة القوى العاملة من خلال الكليات التقنية في مختلف محافظات السلطنة إلى توفير برامج تعليمية وتطبيقية على أرقى المعايير والجودة في التعليم التقني والتدريب المهني، إلى جانب مرابط التدريب على رأس العمل لتخريج كوادر تقنية تتواءم مع متطلبات الاقتصاد العماني وتلبي احتياجات سوق العمل. نطمح إن شاء الله للأكثر، ونتمنى أن نكون سواعد تبني هذه البلد المعطاة تحت ظل القيادة الحكيمة المولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس سعيد المعظم. طموحي إن شاء الله أكمل دراستي العليا بإذن الله، فيما بعد البكالوريوس ثم بإذن الله ماستر. مخرجات متخصصة تتمتع بمهارات فنية وتقنية عالية الجودة لتساهم في تحريك دولاب العمل في مختلف المجالات. خليفة بن محمد الشماخي، تلفزيون سلطنة عمان، الكلية التقنية، ولاية عبري.